او ما بيحبش يخسر امه او محبته لامه وبيحب رضاها عليه، يعني خلاص هي بتتملك من احساسه، بيكون بار بيها، فبيقول لها بكل احترام ومودة يعني كل شيء اسمه ونصيب، وانا للاسف مش قادر اخلي امي توافق، فهعمل ايه؟ ما باليد حيلة. تروح هي تعمل ايه بقى؟ تروح هي في كل حتة رايحة جاية تقول طلع ابن امه. ينفع الكلام ده بصراحة؟ ليها حق. ليه؟ لان هو عشمها واستمر معاها فترة وهي مهيئة نفسها مهيئة نفسها انها خلاص وبعد كده يجي يقول لها الصدمة دي، يعني فعلا. طب يعني يا دكتور هو عشمها في النص كده، ما قابلتش امه وعرفت انها مش حباها؟ لو عرفت في النص واصرت وكملت، مشوا مع بعض كتير وتوعدوا مع بعض على حاجات كتير وتقابلوا مع العيلة وبناء أسرة وهنخلف ايه ونسمي ايه ومعرفش ايه، وفجأة معلش انا امي مش راضية وانا مش هقدر اعصي امي. لا يا جماعة، احنا من خلال برنامجك ومن خلال الاعلام كله احنا بنصحح مفاهيم خاطئة عند الناس. انا في الاول والاخر يهمني ايه؟ رضا ربنا. رضا الله. طب الله قال لي ايه؟ قال لي لا إكراه في مثل هذا الموضوع. طب وربنا قال لي ارضي امي، بس بشرط الا يترتب على هذا الرضا ضرر. طيب رضا امه وساب البنت، ايه الذنب في كده؟ البنت اتظلمت، يستغفر ربنا، كانت واخده جرعه يستغفر ويخليها تسامحه وجرعه من الحنان ومن العشم. هتبقى موقفها ايه قدام امها؟ وموقفها ايه قدام اخواتها؟ بس دكتور ساعات ما بتجيش فجأة. وبعدين هي مشاعر الناس لعبة. هي بتيجي فجأة يا دكتور دانيا، ولا هي في النص عرفت ان الام مش عايزاها؟ وبعدين هو انا النهارده اجي اجيبها براجل ويجي يقول لي اصل امي مش عايزاكي؟ اروح انا بقى اقول عليه بأمه؟ امال هو ابن مين؟ ابن الشجرة؟ الحمد لله انه مشي. ايوه ده بقى ابن امه وما ينفعش. لا طبعا ما ينفعش كده ومتشكرين. لا طبعا ما ينفعش ده، ما ينفعش. انت سيد قرارك، لازم تتفق خالص. وهي كويس ان هي ده راجل مش عارف ياخد قرار ارتباط، صح؟ لا انا معترض. راجل مع ضعيف الشخصيه. لا انا اعترض. لا 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 يا دكتور، لا لا طبعا ضعيف الشخصيه، عندها شخصيه قويه، ولكن فضل امه. يا ناس هي هتشاركه في امه، فضلها، فضل ان هو يرضيها. يا ياسمين يا حبيبتي، هي الام والاب يمتلكوا الابناء. يا دكتور احنا ليه بنخش في قصه الامتلاك؟ امه مش راضيه عشان شايفه ان البنت لا تصلح، مع احترامي لكل البنات الجميلات، وهي ملهاش انها توافق او ما توافق او ترضى. مش في انا في ممكن ما اصلحش لحد واصلح لحد غيري، نفس القصه. هي ما عملتش مجهود عشان تخلي امه ترضى، الام ما رضيتش، هو قرر يرضي امه. ليه يطلع ابنه؟ في فرق. ايوه جايلك في لا 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 مش قادره. النصيحه وبين الاجبار. بين النصيحه وبين الاجبار. جميل. انا هنصح وبعد كده اجرب بنفسي. هو مش عايز يجرب، قال عايز ارضي امي. هو مش عايز يجرب، يروح عند امه بقى، يقعد عند امه، خليها جنب امه، ظلمها من قبل امه. يبقى احنا كده يا دكتور بنرسخ فكره انه ابن امه، مفيش حاجه اسمها ابن امه. ايوه لا في لا كده يبقى ابن امه. لا في ما احنا نختلف معاك النهارده كده يبقى اختلف. اللي عايز يختلف يختلف، انا متقبله وصدري كله. لا كده النهارده يبقى ابن امه. لا لا مش ابن ابوه، في ابن امه. ما هو ابن امه وابوه. هو كده كده ابن امه، هو كده كده.